السياحه للثروه السمكيه، لان الثروه السمكيه كانت اثرت سمك الروني كانت مشهوره بانواع رائعه من السمك، فكل ده ما يتم ترجع البحيره ما تنفعش تاني. كمان عملنا مشروعات سياحيه، انا قابلت الوزير الصناعي وطرحنا 20 مشروع سياحي اقل من شهر، 10 في مجال السياحه و10 في مجالات مختلفه. واحنا على وشك خلاص توقيع عقد مع جهاز خدمه مياه قطب مسلحه نعمل مزرعه انتاج حيواني اعتقد 20,000 راس مساحه 500 فدان في يوسف الدين واستثمارات 800 مليون جنيه. ده خلاص تم التوقيع وقرار التخصيص في مصر، خدنا فيها الاجراءات التدريبيه. حاليا برضه بنعمل مزرعه دواجن على مساحه 500 فدان ثانيه، مزرعه كبيره جدا. كان في مصنع علاف يمكن فيه كل 1500 قرفص متوقف بقاله سنين طويله اشتغل اشتغل دلوقتي، وكمان احنا بنحسنه كل شويه فابتدى حاجه الانتاج تكون فيه. في مصانع كانت متوقفه ظروف الامنيه والماليه ومنطقه ام شمس الصناعيه، رجعنا 72 مصنع كان متوقف شغلناهم، عملنا لهم تسهيلات في المبادره المتاخره وتأثيرات إدارية عشان الناس تشتغل. وإحنا عندنا منطقة تكون شيم صناعية هي منطقة متميزة جدا، قربها من القاهرة، قربها من الفريق الإقليمي يقدر يوديها على المواني، فمنطقة صناعية. وفعلا بيتم تصدير حوالي 70% من إنتاج هذه المنطقة الصناعية إلى الخارج. في مصانع هناك إنتاجها في ميتو زد تصدير هناك.